لكم وفقرتنا الأخيرة ريمونتادا. مش قلنا لكم هو موسم؟ وبما إنه موسم وبما إن خصمك بيستغل اللحظة اللي أنت نفسياً ممكن تكون متراجع فيها عشان يشوف أكبر عدد وأكبر قدر من الأكاذيب عشان يروج ليها، إحنا هنا هنقف لده. وإحنا هنا في الفقرة دي هنقف عند حاجة عمرنا ما سمحنا يبقى فيه مساس بيها، وهي شعبية النادي الأهلي. البعض يرى أن الشعبية بالنسبة له شيء مش مهم، لا، هي مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن شعبية النادي الأهلي هي جمهور النادي الأهلي، هي الناس اللي في ظهر النادي الأهلي. شعبية النادي الأهلي كان في ادعاءات في مباراة السوبر الإفريقي نتيجة حضور جمهور نادي الزمالك لمباراة الترجي، بدأت الأكاذيب. أنت حضر لك جمهور كبير، ده شيء يخصك؟ لا، بدأ الموضوع يدخل في فكرة إحنا جمهورنا وشعبيتنا في الدول العربية وخارج مصر وشعبية جمهور النادي الأهلي بدأ يكون في كلام عليها. وتأتي الرياح بما لا يشتهي الزملكاوية عشان يجي السوبر المصري في الإمارات ويكون رسالة واضحة. جمهور النادي الأهلي في وقت قصير جدا يقدر يحجز المقاعد الخاصة بيه. تدخل على الموقع تلاقي جملة سولد اوت للمقاعد بتاعة النادي الأهلي، وجمهور نادي الزمالك بدأ يبحث عن حجة. جمهور نادي الزمالك اللي في 2007 رئيس نادي الزمالك ممدوح عباس بدأ يتحدث عن فكرة رفع سعر تذكرة الدرجة الثالثة عشان جمهور النادي الأهلي بيكون عدده أكبر. جمهور نادي الزمالك اللي ساب فريقه يحتفل بالدوري أمام الإسماعيلي وحيدا لأن ما كانش عنده ثقة في فريقه، هو ده اللي بيتحدث عشان الشعبية. هنوثق لكم إزاي جمهور النادي الأهلي كان له اليد العليا وسط مدرجات شبه خاوية لنادي الزمالك في بعض أجزاء. شوف، هو الموضوع ده موضوع كبير جدا، والبعض دايما بيصطدم ببعض معتقداته. البعض عنده معتقدات ان جماهير نادي الزمالك في الوطن العربي اكبر من جماهير النادي الاهلي، وحتى المصريين في الوطن العربي في الخارج اكثر من الزملكاويه من النادي الاهلي. الزملكاويه اللي بيسافروا بره بالظبط، وان الزملكاويه دايما مع فريقهم، ودايما سمعناها من احد المحللين قال ان بنشجع نادي الزمالك عشان يكسب مش عشان بيكسب، ولو نادي الاهلي تعرض لازمات في اي بطوله ولا حاجه جماهير النادي الاهلي تنفض من حوله، وكانه لم يمر تاريخيا على تاريخ النادي الاهلي ولا الكره المصريه، لا النادي الاهلي ولا الكره المصريه. لكن لما بتيجي تصطدم، وللاسف الموضوع مش بيطلع بس من الجماهير، يطلع كمان من بعض المسؤولين وبعض النقاد، يصطدموا بفكره الحجز الالكتروني ان مفيش للزمالك، فيبدا يتم الترويج لاشاعات ان بعض رجال الاعمال اشتروا تذاكر نادي الاهلي فعشان كده خلصت بسرعه، او ان السيستم واقع عند جماهير نادي الزمالك فمش عارفين نحجز وازاي، والقصه والروايه، برغم ان البعض منهم كان واضح وصريح مع نفسه حتى لو في وقت من الاوقات بيروج لفكره الشعبيه، طلع وعمل مناشدات لجماهير نادي الزمالك انها تحجز وتقطع تذاكر المباراه عشان تحضر السوبر المصري. الغريب ان الكلام ده بعد فوز الزمالك بالسوبر الافريقي بايام. تعالوا نشوف توثيق الحدث من المسؤولين والمنظمين اللي هم الجانب الاماراتي بالظبط، وبالتواريخ من تاريخ 11 فبراير نشوف الاستاذ سهيل العريفي في مداخله قال ايه عن فكره حجز تذاكر مباراه السوبر المصري. طيب، ما هل تقدر حضرتك تقول لي لغايه دلوقتي مثلا تذاكر الاهلي اتباعت اكتر او الزمالك اكتر، ولا مش واضحه؟ والله شوف، لا هي واضحه يعني، واعتقد انها تم نشرها وموجوده في الموقع. الاهلي تذاكره كانت في تزايد اكبر، واعتقد 90% من تذاكر الاهلي نفذت. اوكي. والجزء الباقي بقى 10% والباقي فيما يتعلق بجمهور الزمالك. 90% من تذاكر الاهلي نفذت اول ما تم طرحها على الموقع الالكتروني. هو ده جماهير النادي الاهلي، او هي دي جماهير النادي الاهلي اللي دايما ما فيش اي مناسبه بتبقى عايزه تتواجد في الملعب الا ما تلاقيها موجوده. اسمحوا بس للجماهير، هتلاقوا جماهير النادي الاهلي بتدعم لاعبي النادي الاهلي في اي مكان وتحت اي ظروف، ورجعوا لتاريخ النادي الاهلي بالشكل ده. لكن احنا كمان دخلنا على الموقع وقلنا كمان نجيب صوره لحجز الموقع بالتواريخ برضو، واول صوره معانا 16 فبراير. الاماكن الخضراء دي هي الاماكن اللي كانت خاليه او لم يتم حجزها من قبل جماهير نادي الزمالك. والاماكن الخضراء اللي انت تقريبا مش هتشوفها في جماهير النادي الاهلي اللي هي على يسار الشاشه
هي اللي بتقول ان دي عدد التذاكر اللي لسه لم يتم حجزها، واللي الاستاذ سهيل عريف قدرها تقريبا يوم 11 بنسبه 10% لم يتم حجزها من قبل النادي الاهلي. هنمشي بالتواريخ عشان كل اللي كان بيروج لاكاذيب نقول له لا الحقيقة معنا. هنا بقى يا احمد بدا في فكره ان احنا نتكلم في ان في جمهور الزمالك كتير عايز يحجز بس الموقع فيه مشاكل وهم مش قادرين يحجزوا. هي فكره لحفظ ماء الوجه، بس لو حابب تلعبها كان ممكن يبقى عندك اكثر ذكاء، استنى مدرجاتك الخاويه وبعد كده روج لاشاعه ان في تذاكر حجزت عشان جمهور الزمالك ما يروحش والمدرجات اتسابت فاضيه، انما انت خليت كل الناس تطلع تقول التصريحات اللي انت هتشوفها. نطلع في تصريح يوم 17 فبراير للسيد سهيل العريفي ونشوف قال ايه عن نفس الازمه. تعرف انت المباريات الكبيره دائما تحظى باشاعات من الطرفين او من الجماهير، وهذا طبيعي وهذا ديدن المباريات الكبيره والجماهيريه. فما بالك بمباراه تجمع بين فريقين كبار في الوطن العربي وايضا في لهم جماهيريه كبيره، يعني الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك. فبالتالي انتشرت اشاعه ان الموقع غير فعال او تم بيع التذاكر، ولكن اللي حب اكد لك ان الموقع اللي بيع التذاكر شغال، وتقدرون انتم بنفسكم تدخلون على الرابط وتتاكدون. اليوم تم التاكيد من جميع الاخوه، تواصلنا مع الاخ احمد مرتضى منصور واكد لنا أنا راح يتابع بنفسه هذا الموضوع الإعلامي، وأيضا الأخوة في قناة الزمالك والقنوات الأخرى. يعني أصلا موقع أخوي سهيل الحمد لله كل شيء يمشي على ما يرام. اللي أحب أكده وأعيده مرة ثانية أن تذاكر نادي الأهلي نفذت بشكل كامل، ولكن تذاكر نادي الزمالك لا زالت السوبر الأفريقي زادت المبيعات بشكل كبير. اليوم تقريبا باقي 30 إلى 50% 30 إلى 40% تقريبا من الأماكن. يوم 17 فبراير كانت تذاكر الأهلي نفذت وتذاكر الزمالك باقي 30 و40%، وللأسف اللي كذب لك الكذبة معرفش يفكر لك صح، لأن الموضوع تحول من مناشدات ويا جماعة السيستم شغال والله العظيم تقدر تدخل تحجز، طب فين جماهيريتك؟ فين الحجوزات؟ وبرضه فضلت عندك نفس الأزمة لأنك للأسف فكرت تفكير غلط عشان تحفظ بيه ماء وجهك، اللي هنشوف إن فضلت المناشدات موجودة. احنا لسه في يوم 17، بس حابين نوضح للمشاهدين إن يوم 17 ده كان بعد ما نادي الزمالك حسم السوبر الأفريقي، والأستاذ أو السيد سهيل عريفي قال لك بدأت بعض التذاكر في التحرك بعد ما الزمالك خد السوبر الأفريقي. ده بس رسالة على بعض المحللين اللي بيقول بنشجع عشان يكسب. معانا كمان شخص زملكاوي جدا ولكن دايما بيبقى بعض الاوقات له اراء صريحه احيانا ما بتعجبش الزملكاويه نفسه، كابتن احمد سميتو. النهارده جالي اخبار كتيره جدا وتغريدات كتيره جدا على السوشيال ميديا عن ايه؟ اشاعه طالعه وسكه ماشيه ان تذاكر الزمالك محجوبه بشكل ما. عايز اقول لهم ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. التذاكر موجوده على الويب سايت، صح؟ موجوده ده في تذاكر على فكره، التذاكر نقول للمشاهدين انه تذاكر الاهلي وتذاكر الزمالك موجوده. لا ده هو في عامل هاشتاج النهارده تذاكر الاهلي سولد اوت بقى لها كذا يوم، في 7000 تذكره لنادي الزمالك موجوده وافيلبل على الويب سايت السيستم بتاع التذكره. ويعني اتحاد الكوره ملوش دخل برده في منظومه التذاكر دي تحديدا، هو التنظيم كله. ايه رايكم نشوف؟ اعتقد ما فيش حد يشكك في زملكاويه كابتن احمد حسام ميدو. طبعا كابتن حسام غالي كان بيمثل الجانب النادي الاهلي، ولكن كابتن احمد حسام ميدو واضح جدا ان هو ما فيش شك على انه زملكاوي. لكن الامر كمان وصل لاحد ابن الاستاذ احمد مرتضى منصور ابن رئيس النادي بتويته اتكلم فيها عن فكره ان الموضوع متاح. تواصلت مع المسؤولين في مجلس ابو ظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراه السوبر، واخبروني ان هناك تذاكر مطروحه للبيع وليس هناك اي مشكله في الحجز الان من الرابط التالي. وكمان شارك الرابط عشان جماهير نادي الزمالك او حتى اي حد بيشكك في الامر كان ممكن بس يضغط على الرابط هيفهم ان الامور عاديه جدا. وده كان يوم 17 ما زلنا فيه. واحمد انتشر موضوع شارك الرابط للحجز لدرجه ان انا وصلني حد بعت لي شارك الرابط. انا عملت شير اصلا. انت عملت شير انت. روح رياضيه. المدرجات تبقى موجوده بالكامل، ولكن عايز اقف عند رد كابتن حسام غالي لما الاستاذ يعقوب السعدي تحدث عن انه
تذاكر من هنا وهنا. كان كابتن حسام غالي على عهده خلال الفترة اللي تواجد فيها كلها داخل قناة أبو ظبي لتحليل المباراة، كانت ردوده دايما أهلوية خالصة، ما بيساومش على حاجة تخص النادي الأهلي، وما بيفوتش لا شردة ولا وردة، وده الأهلاوي الصميم فعلا. هنروح ليوم 18 فبراير، كابتن محمد فضل كان ليه تصريح برضه عن التذاكر، نروح نسمع قال ايه. فالسيستم حضرتك ممكن تدخل اونلاين على طول، هتدخل على الزمالك او على الاهلي، الاهلي سولد اوت خلاص. الزمالك لا، في انا لسه داخل من شويه شايف، لا في عدد كبير طبعا من الدرجه الثانيه. عدد كبير؟ اه طبعا عدد كبير من الدرجه الثانيه، حوالي مثلا احنا بنتكلم في التوتال بتاع الزمالك المتبقي حوالي 6000 وحاجه 7000. وكم تذكره اصلا الزمالك؟ 37000. فانت بتتكلم عدد كبير ورا الجون الزمالك. المسؤولين في اتحاد الكره تحولوا لمهام التسويق عشان خاطر جمهور الزمالك اللي كان عايز يعدي الموضوع بفكره ان ما عرفناش نحجز، ولكن المناشدات مستمره لجمهور الزمالك احجز. ده كان يوم 18 عشان بس ناكد ان احنا ماشيين يوم بيوم، وفي نفس اليوم يوم 18 كان كابتن اشرف قاسم له تصريح ايضا عن موضوع التذاكر، نسمعه. اتفضلت وقلت على الموضوع التذاكر وانا معاك فيه ان التذاكر دلوقتي بتتباع اونلاين، يعني اللي عايز في لحظه ممكن يبقى معاه 48 ساعه عندك لسه، يعني في عندك وقت لغايه قبل الماتش، قبل الماتش بساعه لحد قبل الماتش، في ناس بتشتري بالظبط كده، يعني لحد قبل الماتش ممكن اخش اخد تذكره. وده برضو مش المفروض كان يبقى ياخد ان هو الموضوع الكبير ويكبر بالشكل اللي احنا شخصيات يعني كبيره وناس كبيره اتكلمت، والتذاكر راحت فين؟ التذاكر اتاخدت، التذاكر راحت. طب انت التذاكر غاليه، التذاكر راحت، التذاكر غاليه، التذاكر موجوده، والكابتن اشرف قاسم بيقول لكم لقبل المباراه بساعه يا جماعه تقدروا تحجزوا تذاكر نادي الزمالك. يوم 18 برضو مزيد من المناشدات لجمهور الزمالك الغفير انه يروح يحضر. نسمع مهيب عبد الهادي قال ايه ونرجع نعقب. احنا دلوقتي هنجيب لكم الموقع لايف، قولوا لي اهو ده على الهوا، ها ده الاهلي اهو كله متباع. خليكم معايا بقى، احنا بقى ايه، لا سحر ولا زي ما بيقولوا ولا معرفش ايه، احنا على الهوا، ولا هنسال ولا هنقول مين، ولا لو سمحت ده خلص ولا ما خلص. ادي الموقع اهو، تذاكر نادي الاهلي نفدت، يعني باقي منها حاجات بسيطه قوي. تعال بقى نروح لنادي، تعال نروح لنادي الزمالك سولد اوت الفي اي بي، الباقي كله سيلكت، يعني تختار الكرسي بتاعك. طب كام كده؟ مش محدده. طيب تعال نشوف المدرجات فاضي فيها قد ايه. كل اللي بالاخضر ده فاضي، انتوا متخيلين؟ يعني كل العادي الابيض في اسود ده، خلي بالكوا اللي على اليمين جماهير نادي الزمالك، واللي على الشمال ده حسب طبعا ما احنا عارفين من ثالثه يمين ومن ثالثه شمال. اللي على اليمين ده معقول يا جماعه كل الاخضر ده فاضي؟ امال ازمه التذاكر ايه، والتذاكر مش موجوده ايه، والافلام اللي احنا سمعناها دي ايه؟ ما اللي عايز يخش دلوقتي على الموقع يشتري. هو احنا ليه بنفخم الامور قوي كده؟ يعني مش عارف، يعني بجد والله يعني حاجه صعبه جدا. التذاكر مش موجوده، التذاكر اتباعت، التذاكر اتاخدت، ما التذاكر ايه فاضيه يعني. ما اللي عايز يشتري يشتري، واللي عايز يحضر يحضر. ومباراة سوبر، مباراة شكرا وسوبر وبطولة وخلاص وخلصت، لا أول بطولة ولا آخر بطولة ولا أول ماتش ولا آخر ماتش للنادي الأهلي ونادي الزمالك مع بعض. كمية تصريحات الفترة اللي فاتت غير طبيعية، كمية كلام غير طبيعي. أدي الملعب أهو قدامكم، دي المقصورة الرئيسية اللي هتبقى برضو مقسومة، وأدي المدرجات. هيبقى في فاصل في النص ما بين مدرجات الدرجه الثالثه والدرجه الثالثه يمين والثالثه شمال، انا بقول لكم يعني بالبلدي كده اهو. اهي اهي، بصوا يا جماعه، ده كده من ورا الملعب، لا انا عايز من الجنب. تمام، هات لنا تاني، هات لنا تاني الملعب من الموقع ده دلوقتي حالا لايف على الهوا. بصوا التالتة يمين فاضي فيها قد ايه، قربوا شويه، اعملوا زوم لو سمحت، زوم لو سمحت. اهو الموقع بيقول لك اشتري، محدش منعك ان انت تشتري.
يبقى ما نتكلمش بقى كلام غير مفهوم. الكلام ده ممكن نقوله لو التذاكر بتتباع بالايد زي زمان او في المكاتب، لكن دلوقتي خلاص كلها اونلاين. كل ده فاضي، كل ده فاضي، وكلها التالتة يمين. يا عم مهيب، ده كل ده فاضي وكلها التالتة يمين؟ مش حال ما كنت الزملكاوي يعني، مفعش الكلام ده يتقال. وبعدين ايه، مهيب بص بعينه على التذاكر وما رحمش بقلبه فعلا. يعني مهيب جاب القضية من اولها لاخرها ومناشدات، وحسر الزملكاوية اللي هم حطوا نفسهم في مأزق جامد جدا يعني. تأكيد، وكان بعض الناس اللي روجوا لفكرة ان في مؤامرة او سقوط النظام، اعتقد موقفهم مش شكله مش ظريف. لكن نروح اليوم 19 فبراير والسيد عارف العوني امين عام مجلس ابو ظبي الرياضي، ونشوف اخر احداث حركة تذاكر نادي الزمالك في السوبر. ابو حمد، الان التذاكر كيف وضعها؟ لو شخص جاي المباراة ويبحث عن تذكرة، هل في أماكن لبيع التذاكر في الملعب؟ نعم، إن شاء الله بيكون في عندنا كابينتين موجودات مخصصات لبيع التذاكر، التذاكر المتبقيه، لأن لين اليوم الحمد لله يعني تم بيع ما يقارب من 26,000 تذكرة موجودة، هاي أرقام واقعية فعلية. التذاكر اللي في جهة الأهلي تم بيعها كاملة، التذاكر اللي موجودة في جهة الزمالك باقي كمية بسيطة. صار في حركة، اعتقد الجمهور كان يتريى مباراه السوبر، مبارك لزمارك فيها السوبر الافريقي، ف بعد السوبر تم التحرك فيها، تحركت وايد. اوكي، يعني حركه سريعه صراحه صارت في التذاكر. بالتاكيد نتوقع بعد ان يعني كثير من الناس جايه خلال نفس الوقت وبتاخذ تذاكر، ونتوقع ان في بعض الناس ممكن تكون اخطات في موقع التذكره اللي اخذته. قد ما يعني يفضل ان الشخص اللي بيكون يحصل نفسه في مكان غير المكان الجمهور اللي هو الفريق اللي شجعه، انه ما يلبس فانيلة الفريق يدخل، ومتاكدين انه بيكون يعني جو حبي نفس اللي شفناه في النسخ الماضيه. يعني ثلاث نسخ مرت علينا صراحه بهدوء، ثنتين كانوا بين الاهلي والزمالك، ما شفنا اي مشكله يعني بين الجمهور، ونتوقع نفس العمليه، رغم انه بعد كان في تداخل بسيط في التذاكر، لان موجودين ما شاء الله كثير من الوعي. ده قبل او ليله المباراه، وكلام من المسؤول الاماراتي، اعتقد هو يهمه في المقام الاول بيع التذاكر ونجاح المباراه، لان هي مقامه في الامارات وهم المسؤولين عن تنظيم المباراه. بيؤكد ان تذاكر النادي الاهلي اتباعت بالكامل، وما زال في تذاكر لنادي الزمالك هيتم نقلها عند ملعب المباراة وتتباع في الأكشاك، في محاولة من اللجنة المنظمة أن يكون في كل سهولة تتاح لنادي الزمالك. عندنا صورة ممكن نستعرضها برضو، أبديت للموقع يوم 19، زي ما حضراتكم شايفين ما زالت الأماكن الخضراء في مدرجات نادي الزمالك تبحث عن مشتري. أعتقد أمر تقريبا دي قبل الماتش بساعة ونص، وأعتقد الأمر واضح جدا، والموضوع تم حسمه بشكل كبير جدا. والحمد لله زي ما قال مهيب، ان هي فكره ان الموضوع بقى اونلاين، مش بتتباع في مكتبات، عشان تقدر تحط اي اكذوبه تصدر في نطاقها الطبيعي وترد عليها بالادله وبالصوت وبالصوره. طب نشوف كمان يا احمد، شيكابالا قال في نفس اليوم بتاع المباراه ايه، ونرجع نعقب. يعني كان بعض المشاحنات وقبل المباراه، وجمهور الزمالك اقل، جمهور الاهلي ضاغط، جمهور الاهلي بيشحن، سمعت ده ازاي؟ لا زي ما بقول لحضرتك، بص احنا كل ماتش بنيجي نلعب نهائي بحس اللي فيه على طول دايما في مشاكل على التذاكر لجمهور الزمالك، لا اما جمهور الزمالك بيبقى واقف بره ما بيخشش دايما، ما اعرفش ايه بقى دي من مين، بس ما اعرفش. بس وبعدين ما ينفعش بتلعب اهلي وزمالك يبقى في جمهور من الاهلي قاعد وسط جمهور نادي الزمالك. حاجه حلوه روح رياضيه، الناس كلها موجوده وسط بعضها، اصدقاء في الشغل وكلنا احنا في دوله، دي حاجه حلوه بس ما ينفعش. بص يا شيكابالا، يعني انت ما شاء الله يا ابني الله ينور واخد طريق المؤامره من اوله، يعني شاربه جمهور ما دخلش وبقى الجمهور بره، نظريه مؤامره طول عمر المنطق ده لا على اصوله يعني. ولكن اللي عايز اتكلم فيه، نشوف بقى الصوره اللي هي كانت حقيقيه في كلامك، جمهور الاهلي وسط قلب مدرجات الزمالك. وللامانه وللمصداقيه والمهنيه بحيي جمهور الزمالك على سلوكه وسط جمهور الاهلي اللي كان موجود متواجد معاهم،
ولكن جمهور النادي الاهلي كان موجود بكثافه. حتى الدخله اللي اتعملت يا احمد من جمهور الزمالك كانت محطوطه بشكل ما عشان برضو العدد اللي ما كانش حاضر ما يبانش بشكل واضح. جمهور نادي الاهلي اللي حابب يبقى موجود مع فريقه ونقدر نحييه لان هو خلاص نفسه يشوف فريقه في الامارات، مش مشكله بقى انا هضطر احجز وسط جمهور الزمالك اللي ما حجزش مدرجاته بالكامله. واعتقد لو جمهور النادي الاهلي كان تعامل بثقه انه يحضر عادي في مدرجات جمهور نادي الزمالك، كان ممكن جمهور نادي الزمالك حتى التذاكر اللي حجزها كان ممكن ما يلاقيهاش بشكل كامل. هم كانت اللجنه المنظمه بتقول مش عاوزين لو اهلاوي حجز في مدرجات نادي الزمالك بلاش يلبس التيشيرت الاحمر او ما شابه، كان شعور ايجابي من جمهور الزمالك. لان انت في النهايه عايز اقول لك ان في الغربه مصريين في الغربه بيكونوا قريبين جدا بعض، اهلي وزمالك، فبتبقى مناوشات لذيذه يعني بينهم، فكان الامر بينهم ودي جدا لغايه انتهاء المباراه. لكن الحقيقه الكابتن شيكابالا اللي بيتحدث عن فكره ان جمهور الزمالك بيبقى بره مش بيعرف يدخل، الكلام ده هنلاقي عليه رد اخر من كابتن زملكاوي اخر وهو الكابتن بشير التبعي اللي اتكلم بمنتهى الوضوح والصراحه وبدون اي ادوات تجميل. انت حضرت فتره مهمه جدا في نادي الزمالك، فتره كان فيها انتصارات وفيها يعني كان الموضوع بيروح ويجي مع النادي الاهلي، في فتره كده كان النادي الاهلي هو اللي كان متسيد اللقاءات والنتائج مع نادي الزمالك. انت كنت فتره كنت تكسب نادي الزمالك، انت واحد من اللعيبه اللي كان ليك دور كبير في بعض الهزائم للنادي الاهلي، احرزت اهداف كتير في النادي الاهلي. هل فعلا لعيبه الزمالك بيخافوا من لما بينزلوا الملعب بيخافوا من النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي؟ لا، هي المقوله متقاله غلط يا مهيب. المقوله بتتقال لما احنا كنا بننزل استاد القاهره نلعب النادي الاهلي وكلها الحربيه كنا بنلاقي 75% جمهور النادي الاهلي. يعني كنا بننزل حتى واحنا يعني واحنا متسيدين. ليه؟ انا بقول لك انا ما اعرفش ليه، بس بقول لك لما كنا بننزل بنلاقي الجمهور ده بيزوم علينا في اول 5 دقائق ربع ساعه 10 دقائق. هو بيتكلم كلام منطقي على فكره جدا. هو ده معناه ان احنا جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك مرتين ثلاث يعني؟ لا طبعا مش مظبوط الكلام ده. مين قال كده؟ مين قال كده؟ انت لو انا ما قلتش جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك بره، بقول لك احنا هو بيقول لي 75% في المدرجات. لا ما انت هتديني فرصه اتكلم. اتفضل يا باشا. عشان اكمل بس، عشان اكمل، خد راحتك. الفتره اللي كان جمهور نادي الزمالك بيجي فيها اكتر كنا بننزل مستريحين الربع ساعه الاولانيه. الفترة لما كنا بنشوف جمهور النادي الاهلي كنا بنتصدر. زي ايه؟ يعني زي ماتش ايه؟ لا اعتقد ثلاث اربع ماتشات مع النادي الاهلي كنت بشوف جمهور الاهلي اكتر. ثلاث اربع ماتشات. ده كان ليه مبرر عندكم؟ في ايه؟ كان ليه مبرر ليه الجماهير ما بتروحش؟ هل انتوا مثلا ما كنتوش عند ثقة الجماهير في الوقت لا ده؟ لا دي حاجة. هل كان ترتيب الدوري، كان الدوري محسوم؟ كان ترتيب الزمالك؟ ما انا اقول ما انا قلت لك عمرنا ما لعبنا النادي الاهلي مثلا في الفترة اللي موجود فيها، معلش، وكان الدوري محسوم ولا حاجة. لا ماتش ماتشين. زائد ان كمان الحاجه المهمه ان احنا كمان لما مثلا النادي الاهلي كنا مثلا بنتقدم عليه كان جمهوره مثلا يعني سبورت للفرقه 90% في ظهرهم لغايه ما يتعادلوا او الماتش يطلع يعني كويس معاهم يعني. احنا لو كان بيدخل فينا جول في الاول لا الجمهور ما كانش بيبقى ظهرهم. انت عارف انت بتقول ايه طبعا، يعني مدرك انت بتقول ايه. يعني كلام خطير. انا بقول حاجه غلط؟ لا انا بقول اللي بيحصل. انت كلام خطير. لا انا كنت بقول اللي بيحصل. انا يعني كنت بقول اللي بيحصل. انت كده بتقول ان جمهور الزمالك ما كانش بيقف ورا فرقته؟ لا طب طبيعي لما كنا كان بيدخل فينا جول او حاجه زي كده خلاص من الزمالك او من الاهلي او من اي فرقه. انا اقول لك حاجه، انا فاكر ماتش جمال حمزه بتاع 1-0 في الكليه الحربيه. احنا كان جمهورنا قليل. يعني اول مره اشوف جمهور النادي الاهلي راضي ان فرقته تخسر 1-0 ولكن الحمد لله كان في ماتش. فعلا كان ولك الحمد لله الكره اللي انت شطتها تقريبا ده 3-1 الماتش ده. لا ده ماتش تاني جمال حمزه. لا في ماتش فعلا كان في جمال حمزه 1-0 كان الماتش ده الزمالك يكسب كتير جدا. انا بقول لك جمهور النادي الاهلي بيقول لك الحمد لله ان خسرت واحد، ده جمهور الزمالك عمره ما قابل كده. الفرقه بقى كويسه مش كويسه؟ لا ما عايز ينزل كسبان، انت بتسخن كسبان. طب ده تفسيره ايه؟ عدم حضور جمهور الزمالك بكميات كبيره جدا في مباراه الاهلي، المباراه المنتظره واللي دايما بتبقى الملعب مقسوم بالنص والجماهير زي بعض. تفسر كنت تفسره بايه؟ انا ما اقدرش افضل تفسيره عند الجمهور لوحده. عند الجمهور مش عندك. لا بالظبط. خلينا نوضح نقطه مهمه جدا من النقاط الواضحه جدا في كلام الكابتن بشير التبعي، واحنا اتكلمنا عنها في بدايه الحلقه وقلنا ان الفتره اللي كان فيها الكابتن بشير التبعي كانت بتشهد بعض التفوق الفني في بعض الاوقات لنادي الزمالك تحديدا من 2000 ل 2004 باستثناء المباراه الشهيره 6 واللي كان برضو احد طرفاء الكابتن بشير التبعي، ولكن قال ثلاث ارباع المباريات اللي كانت بتجمعني بالنادي الاهلي كان جمهور النادي الاهلي كتير، يعني حتى ونادي الزمالك هو الاعلى فنيا جماهير النادي الاهلي كانت بتتواجد في الملعب. يخصني جدا هنا الحديث عن جماهير النادي الاهلي ان واحنا اقل فنيا
واحنا بنعاني فتره كانت فتره اربع سنين عجاف اربع بطولات وده رقم قليل جدا على في تاريخ النادي الاهلي، ومع ذلك في مواجهه المنافس وقتها الاقوى في الدوري المحلي كانت جماهير النادي الاهلي هي الاقوى. الاهم من كده ثقافه جمهور النادي الاهلي في التعامل مع المباراه. لو النادي الاهلي سجل هدف ازاي بتبقى في ظهر فرقتها، طب لو النادي الاهلي دخل في مرمى هدف ازاي بتدعم عشان الفريق يرجع تاني للمباراه يقدر يحقق التعادل والفوز، على عكس اللي كان بيحصل او اللي كان بيشوفه كابتن بشير التبع من جماهير نادي الزمالك. موضوع الشعبيه وموضوع ثقافه الجماهير لو فتحنا فيه المجال هنتكلم فيه كتير وكتير جدا، لكن في لقطتين لان البعض ممكن يقول ان كابتن بشير التبع بيقول كلام مش منطقي. دي مباراه للنادي الزمالك مع النادي الاهلي، شايفين التيشيرتات كانت تقريبا مغطيه نفس الفكره بتاعه تغطيه المدرج. ده بقى دي 2017 اللي هي الدخله التي لم تكتمل لان جماهير نادي الزمالك ما كانتش حاضره، اللي الوقت فيها ان البعض قال ان الجماهير كانت بتسد عين الشمس. دي كان مدرج نادي الزمالك في 2017 السوبر اللي كان برضو في الامارات والدخله ما لم تكتمل. فاعتقد حسمنا الامر ده تماما. اعتقد على لاعبينا ان هم مش عايزين كلمة رد الاعتبار، لكن على لاعبينا ان هم يقدروا يعوضوا جماهير النادي الاهلي اللي بالفعل بتحزن جدا لخسارة اي بطولة، وده قدرك كلاعب في النادي الاهلي ولازم تقتنع بيه وترضى بيه ان جماهير النادي الاهلي لا تقبل غير المركز الاول. خسارة اي مباراة ودية بالنسبة لها امر صعب جدا، ما بالك حتى لو بطولة شرفية، تعوضها لازم يكون بالاجتهاد في الملعب، التركيز مش كلام شعارات، لا كلام داخل الملعب، طرق فنية داخل الملعب، تقاتل جوه الملعب، انك تبذل كل دقيقه في الملعب تكون بتبذل اقصى طاقه ليك. صدقني حتى لو خسرت وقتها جماهير النادي الاهلي هتلاقيها في ظهرك، لان ليه الجمهور في الشده طبيبك، ما انت حبيبه وهو حبيبك، مهما هترسى معاك هيساندك، تكسب تخسر مش هيسيبك.